الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وأحب قبل أن أبدأ الدرس أن ألفت النظر إلى أن القاعة السفلى في أسفل هذا المسجد قد هيئت مرة أخرى للنساء، وهي مهيئة لاستقبال النساء بدءا من الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. لفت نظري بعض الإخوة إلى أن الحديث 12 في باب الخوف لم نتم شرحه بعد، وكنا قد تجاوزناه إلى الحديث الذي يليه. والحديث 12 هو الحديث الذي يرويه أبو برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد ذكرني بعض الإخوة بأننا وقفنا من هذا الحديث أو من شرح هذا الحديث عند أول قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا فلنرجع إلى هذا الحديث لإتمام الفقرات التي بقيت من شرحه. والحديث كله يسوقه الإمام النووي في باب الخوف، ولو لم يكن في باب الخوف حديث غير هذا الحديث لكفى الإنسان ولكان حسبه أن يملأ قلبه بالوجل والخوف من مصيره ومآله. ولعلكم تذكرون شرحنا للفقرات السابقة من هذا الحديث العظيم: لا تزول قدم عبد، أي يوم القيامة، عن موقف الحساب حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وشرحنا وأفضنا القول في ذلك، وعن علمه فيما عمل به أو فيما فعل فيه أيضا شرحنا وأفضنا القول في ذلك. وهذه كلها مسؤوليات أنيطت بالإنسان في هذه الدنيا، فهو مسؤول عنها يوم القيامة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وعن ماله، أي يسأل، حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولعل هذا السؤال أخطر الأسئلة جميعا، لعل هذا أخطر من السؤال عن العمر، لأن العمر وعاء، فهو إن امتلأ فإنما يمتلئ بالأنشطة المختلفة التي تتمثل في السعي إلى مال، في السعي إلى اقتناص رزق، أو في السعي إلى الإنفاق، إنفاق مال من أجل زينة أو تباه أو من أجل غير ذلك. فالوعاء ليست له الأهمية التي نراها للشيء الذي يملأ به هذا الوعاء. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني حتى يسأل أيضا عن ماله
من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأنا عندما أنظر إلى الناس اليوم وأسمع مدح الناس وثناء بعضهم لبعض وأصغي إلى مناقب كثير من الناس على ألسنة بعض من يعرفونهم، لا أقيم وزنا لكل ما يقال عنهم حتى أصغي إلى موقفه من المال وسياسته في اكتسابه للرزق وفي انفاقه له. والاكتساب أهم، الاكتساب أهم. من الواضح جدا بعد النظر والتجربة وبعد المآسي التي يفاجأ بها المسلمون عن واقع المسلمين اليوم، من السهل جدا أن ينسج الإنسان لنفسه سمعة متألقة وسامية في قائمة الصالحين والمتعبدين والداعين إلى الله سبحانه وتعالى. طالما لم يكن هذا النسيج يدنو إلى شيء من المال وسبل جمعه أو سبل إنفاقه، لأن نسيج هذه السمعة لا يكلف أي رأس مال، أي رأس مال، ولا يحوج صاحبه إلى أن يتنازل عن أي شيء من أهواء نفسه وشهواتها. فما أيسر أن أملأ أذهان الناس بمظهر عبادتي وطاعاتي وقرباتي وأنشطتي في نطاق الدعوة إلى الله عز وجل طالما كنت بعيدا عن مسألة المال وسياسته. المسألة لا تحتاج إلا إلى كلام، ولا تحتاج إلا إلى بضع ركعات يركعها الإنسان ويتجمل بها، فإن زاد الأمر فهو لا يحتاج إلا إلى أن يكثر من الحج إلى بيت الله الحرام في كل عام، وإذا به قد أصبح اسمه في هالة من الصلاح والتقوى والعبادة والزهد. لكن ما قيمة هذا عند الله عز وجل؟ لا شيء. هذا كله نعم تتجلى قيمته إن نهض على دعائم من الزهد في الدنيا ومن التعامل مع المال طبق ما رسم الله سبحانه وتعالى. زهده هو الذي يصب في عبادته نبضات الحياة، وهو الذي يصب في أنشطته الإسلامية روح الحياة الإسلامية فعلا. لكن طالما كنا نفصل بين مظاهر السلوك الإسلامي وبين واقع الإنسان وتعامله مع الدنيا، فإن هذه المظاهر لا تساوي شيئا بحد ذاته، أي لا تدل لا على ارتفاع مكانة هذا الإنسان عند الله ولا على هبوط مكانته إطلاق. ذلك لأن الله عز وجل ابتلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا بطائفة من الابتلاءات، من أشدها ومن أخطرها أن الله عز وجل غرس بين جوانحه حب المال. ألم يقل وإنه لحب الخير لشديد؟ هذا هو كلام الله عز وجل، وأكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة عندما لفت نظرنا إلى أثر من آثار حب المال. ما هو الشح؟ بمقدار ما يحب الإنسان المال يشح في الإنفاق به، بمقدار ما تحب المال تتمسك به، وبمقدار ما تخف وطأة محبتك للمال تكرم به.
فهذان الأمران متلازمان. ولذلك يقول الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. ويقول: ومن يوق شح نفسه. يعني هذا شيء نادر جدا، والإنسان الذي يتحرر من شح نفسه فهذا إنسان قد أعتق من أسر شهواته وأهوائه. فإذا كان الإنسان بعد هذا متجها إلى الاستجابة لأمر الله، فرأى التعارض بين هذه الاستجابة وبين حبه للمال الذي طبع وجبل عليه، وقام الصراع، فلم يزل واقفا في حلبة الصراع حتى تغلب على حبه للمال بحب أسمى وأجل، ألا وهو حبه لله عز وجل، عندئذ يتجلى أن هذا الإنسان قد اجتاز العقبة، اقتحمها وتجاوزها كما يقول الله سبحانه وتعالى. هنا نستطيع أن نصنف هذا الإنسان في عباد الله المقربين، حتى ولئن لم تكن له طاعات كثيرة، حتى وإن لم تكن له عبادات وفيرة، حتى ولو لم يكن يؤدي إلا الفرائض المكتوبة، حتى ولو لم يحج في عمره إلا حجة واحدة، أو لعله ربما لم يحج لأن الحج لم يكتب عليه، لم يكن من المستطيعين. هذه هي صورة الخطورة في هذا الأمر. ولذلك أعود فأقول: أخطر ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذا السؤال، عندما تسأل عن المال: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هذا هو أخطر شيء. ونحن نرى اليوم أيها الإخوة ما يمكن أن يزجنا في يأس من واقع حال المسلمين. إذا عددت الناس بطاعاتهم وركعاتهم واتجاههم إلى بيت الله الحرام رأيت نفسك تنتعش بأمل كبير أن المسلمون على خير. فإذا ما احتككت بهؤلاء الناس واحدا واحدا ولاحظت كيفية تعامله مع الدرهم والدينار وكيفية معاملته لإخوانه على نطاق هذه المعاملة المادية والتجارية رأيت شيئا تقشعر له الجلود. فكم رأينا وكم سمعنا ما يدل على مظاهر ازدواج متناقض بين الركعات التي يركعها فلانا من الناس والسبحة التي يحملها والغيرة التي يبديها على دين الله عز وجل، وبين سياسته المالية وتعامله مع الناس. ذمته نائمة راقدة، لا يشعر الرجل بأي مسؤولية يتحملها. الغش بابه مفتوح، بل أبوابه مفتحة على مصاريعها. ولولا أن الله عز وجل ستير يأمر عباده بالستر لاستطاع الإنسان أن يؤلف موسوعة في أسماء هؤلاء الذين امتلأت أذهان الناس بصفاتهم الدينية العظيمة، ليرى الناس ما وراء ذلك من الصفات المناقضة لذلك في نطاق التعامل بالمال. كم هنالك من أناس هم يعدون في أول قوافل الحجيج إلى بيت الله الحرام، وفي أوائل من يخشون المساجد لأداء الجماعة الأولى، وهم يعدون في أوائل من يزفرون الزفرات الحرة أسفا على حال المسلمين وغيرة على واقعهم. ثم
ثم تنظر إلى حساباته المالية وإلى السبل التي تفد إليه منها الأموال، تجد معظم هذه الأموال عبارة عن حقوق لأناس امتصع منهم بطرق ملتوية عجيبة وغريبة. كم؟ ولو أنني أردت أن أفتح ملف المعاملات المحرمة غير الربا طبعا، لوقعنا من حياتنا الإسلامية في يأس وبيل، وهذا حال لا أقول الفاسقين ولا الشاردين، بل حال المسلمين الملتزمين بدين الله عز وجل. نعم، وأنا أضرب لكم أمثلة بسيطة لكي تقيسوا عليها. هذه الأمثلة واحد على مئة لا أكثر، لكن من أجل أن تجعلوا لأنفسكم من ذلك مقياسا لواقعنا، لو أنني أعطيتك أمانة مالية لأني على سفر أو لأني لا أجد طمأنينة وأمانا في داري، أعطيتك مثلا 10,000 ليرة أو أكثر أو أقل أمانة، وأنت تاجر لك متجر، قلت أحب أن أستودع عندك هذا المال. مما ينبغي أن نعلمه جميعا من أحكام الشريعة الإسلامية أن هذا المال ينبغي أن يوضع في درج خاص بعينه، وأن يحفظ بذاته إلى أن يعود الرجل فيأخذ ماله. ليس لي الحق أبدا أن أضعه مع السيولة المالية التي أتعامل بها، ولكن تعالوا فانظروا كم هم المسلمون الصالحون الأتقياء الذين يطبقون هذا الواجب، وهو من بدائيات الإسلام ولا خلاف فيه. كل هؤلاء الناس إلا من رحم ربك إذا وقعت في يده أمانة دفعها ضمن ميزانيته التجارية، وقال عندما يأتي الرجل سأعطيه الأمانة لا إشكال، هذا غير جائز. كل ما ربحته من وراء هذا المال الذي اختلط في أموالي فحكمه أحد شيئين: أولا العقد موقوف، كل بيع كل تجارة كل تعامل بهذا المال الذي هو ليس مالي موقوف إلى أن يرضى صاحب المال، هذا شيء. نتائج هذا المال من أرباح ليست لي. زيد من الناس له عندك حق، والاتفاق أن هذا الحق يبرز ويتم الحساب في ميعاد محدد من العام. إذا جاء ذلك العام أو إذا جاء ذلك الميقات وتبلور حقه في صندوقك، لا يجوز أن يبقى هذا الحق حديثا عندك يوما واحدا. فإن بقي ينبغي أن يفرز ويوضع في مكان خاص في درج الأمانات إلى أن يأتي فتعطيه. فإن أنت أبقيته في مالك فقد وقعت في طائلة الحكم الذي ذكرته الآن. هذا الشيء أذكره على سبيل المثال، وهو من بدائيات الإسلام، ثم هو مما لا خلاف فيه بين المسلمين بشكل من الأشكال قط. فما الذي يجري الآن؟ لنفرض أن لك عندي حقا مقابل جهد ما استثمرته عندي، أي جهد كان، جهد عضلي أو جهد فكري أو جهد مالي،
وجاء الميقات المحدد لجرد هذا المكان، جاء الميقات الذي برز فيه قيمة جهدك عندي، وتعددت في شهر من العام او مرتين في كل عام لو فرضنا، وتبين ان لك عندي مقابل هذا الجهد الذي بذلته لدي الجهد الفكري او العضلي او المالي، لك لدي 10,000 ليرة لو فرضنا رأسا، يجب ان اضع هذا المبلغ في مكان اخر وان افرزه من رأس مالي التجاري، وان ادعوك واقول لك هذا حقك، فاذا لم اعطه لك ينبغي ان يبقى امانه، الا اذا قلت لي فاخلطه في مالك على اساس من عقد المضاربه، فهذا شيء جديد. اعيده وتصبح شريكا لي بهذا المال، المال منك والجهد مني، ونتفق على نسبة من الربح اعطيها لك والنسبة الاخرى، هذا شيء اخر. لكن طالما كان لك جهد عندي ويتبلور هذا الجهد طبق حساب معلوم في كل عام مرة او مرتين مثلا، وتبين حقك، ينبغي ان تمتلكه في اقرب وقت. لكن ما الذي يجري الان فيما يفعله الحجاج والمتعبدون والدعاة الى الله الذين اذا جلست اليهم حدثوك عن الخطط التي ينبغي ان تخطط من اجل اعادة عزة الاسلام ومجده، ماذا يصنعون؟ هذه الحقوق المالية لك او لزيد او لعمر عندهم عندما تبرز وتتحدث تعاد الى صندوقه، ويمارس من ورائها العمل التجاري، فتجارته خلال العام ب60% منها ماله، وربما كان 40% منها مال اصحاب الحقوق، ودائع ودائع، وكل هذا عمل، كل هذا سحت، سحت محرم، ولا خلاف في ذلك بشكل من الاشكال. هذا فضلا عما اذا جاء صاحب المال وقال يا اخي لقد استحققت ان اخذ حقي منذ شهرين، فاعطني استحقاقي السنوي الذي ينبغي ان اناله، فيقول له والله يعني السيولة ضيقة، انظرني انظرني ثم انظرني، وربما مضت اشهر وربما مضى عام وحق هذا الانسان يتقلب في دولابه التجاري، هذا شيء محرم، شيء باطل، هذا تماما لصوصي، لكنها لصوصية مقنعة. سيسألك الله يوم القيامة عن مالك كيف اكتسبته، كيف اكتسبته، هكذا هذا سيوتغك يهلكك. والمصيبة، كل المصيبة، ان تقصير الانسان في الصلاة تمعوه التوبة، ومثل الصلاة سائر العبادات التي تدخل في حقوق الله، لكن ألا للتوبة بينك وبين الله أن تذيب هذا وأن تعتق عنقك من هذا الواجب أو من هذا الحق. أبدا لا يقبل الله منك يوم القيامة صرفا ولا عدلا إلا إذا أعطيت لصاحب الحق حقه، أو سامحك صاحب الحق، أو سامحك صاحب الحق. وكما قلت لكم الأمثلة كثيرة، ولو أردت أن أستعرض السبل المنحرفة لجمع الأموال فما أكثرها،
وما أعجبها. ولا أدري كيف يجتمع إيمان بالله عند هؤلاء الناس مع هذا العمل التجاري. كم وكم رأينا أناسا مؤمنين مصلين حاجين يسكنون في بيوت لآخرين، وجاء صاحب البيت يطلب بيته، العقد عقد إيجار، فجاء الرجل المستأجر المسلم الحاج المتبتل يقول له بملء فمه: كم تعطيني حتى أخرج لك من دارك؟ ويحك، أأنت المؤمن؟ أأنت الذي كنت تطوف في العام الماضي حول بيت الله العتيق؟ أنت هو؟ أحد شيء، إما أنك كنت دجالا في تطوافك ومن ثم فأنت الآن منطقيا مع أخيك عندما تقول له هذا الكلام لأنك لا تعرف الله، ومن ثم فلا تخافه. نعم. وإما أنك تعرف الله عز وجل ولكنك تعلن من خلال معاملتك هذه أنك غير مبال بالله وبحسابه. وأقل هاتين الحالتين أشدهما مرارة. كيف يكون هذا؟ هذه ليست أمثلة خيالية، هي وقائع، ولكن الله أمر الإنسان بالستر. ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يهدينا سواء صراطه المستقيم. يا هذا من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضي، هذا حديث صحيح من كلام رسول الله، من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين يوم القيامة، يعني هذا لون من ألوان التعذيب، لون من ألوان التعذيب. وما أيسر أن يجسد الله لك ألوانا من العذاب لا أول لها ولا آخر. أيهون عليك ذلك العذاب في سبيل أن تستغرق دارا لست مالكها؟ وأصلا الأمر قبل هذا، أصلا عندما يأتي المؤجر ليقول للمستأجر: والله انتهى عقد الإيجار ولا أستطيع أن أجدد العقد آليا، فأنا بحاجة إلى الدار، فإن شريعة الله عز وجل تقول يجب أن تخرج من داره. يمكن أن تكتب في العقد نوع من الاتفاق، عند انتهاء العقد يعطى مهلة 6 أشهر، هذا حسب الاتفاق يتم، ولكن إذا تم الاتفاق فليس لك، يعني إذا مضت الأشهر المتفق عليها فليس لك أن تجلس في داره ولا ساعة. صلاتك محرمة في هذه الدار، صلاتك فضلا عن جلوسك، فضلا عن طعامك وشرب، فضلا عن أن تقول له: لن أخرج من دارك حتى تعطيني كذا وكذا. كيف يكون هذا؟ وأنا عندما أجد الذين يمارسون هذا الأمر أناس شاردين، والله أنا لا أعتب عليهم، لأنني قبل أن أعتب على سلوكهم أعتب على شروطهم، شروطهم أوصلهم إلى هذا، فهم منطقيون مع شروطهم. يعني لو أنني قلت له: ألا تخاف الله؟ يمكن أن يقول لي: من هو الله؟ طيب، فأنا إذا أردت أن أهديه وأبدأ معه حوارا عند الحديث عن الله. لكنني أعجب عجب الذي لا ينتهي من أناس في هذه البلدة، مسلمين يصلون يحجون ويتحدثون عن مصير المسلمين، وربما إذا ذكر أهل البوسنة والهرسك أطلق الزفرات التي تحرق من حوله، وتكلم عن تقصير المسلمين، ورأيت نفسك ضئيلا أمام يعني عمله الإسلامي العظيم. هؤلاء هم الذين يمارسون هذا.
ماذا أقول؟ أحدثكم عن الغش في الصناعات؟ أحدثكم عن الغش في المعاملات المالية والتجارية والأساليب التكتيكية في استلاب الأموال بدون حق، والدوران واللف الذي يتم تلاعبا بالشريعة الإسلامية؟ كل هذا كلام طويل الليل لو أردنا أن ندخل فيه، ولكن الإنسان مطلع، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا عن الاكتساب، وسيسألنا الله يوم القيامة عن أموالنا كيف اكتسبناها، سيسألنا الله عز وجل. ثم يأتي دور الإنفاق، وإنني لأعلم أن من كان اكتسابه من أبواب منحرفة فلا بد أن يكون إنفاقه أيضا عن طريق أبواب منحرفة. فمن لم يكن يراقب الله في اكتسابه لم يراقب الله في إنفاقه، أليس كذلك؟ هؤلاء الناس ينفقون المال على شهواتهم، على أهوائهم، على سهراتهم، على ملاذهم في إنفاقه، أليس كذلك؟ هؤلاء الناس ينفقون المال على شهواتهم، على أهوائهم، على سهراتهم، على ملاذهم، ويظنون به ضنين البخل العجيب عندما يطرق صاحب الحق بابه. وكم رأينا نماذج من هذا القبيل أيها الإخوة، كرم إلى أبلغ الحد عندما يعطي الشيطان الضوء الأخضر به، وبخل إلى أبلغ الحدود عندما يسمع نداء الله بوجوب الكرم، يعني عكس ما ينبغي. أنا تاجر، إذا رأيت أصحاب شركة تجارية في بقعة من بقاع الغرب وصلت إلى هنا، أسعى سعيا لاهث إلى هذه الشركة لأكرمها ولأقيم لها سلسلة من الضيافة، بل لأنزلها على حسابي ولأقيم لها الحفلات، وأنا أعني ما أقول ولا أتخيل، وأقيم لها الحفلات التي تتشهاها نفوسه. لماذا؟ لأنني أعلم كيف أصطاد، أعلم كيف أصطاد من وراء هذا الإكرام. هذا إكرام ربما يكلفني الآلاف أو عشرات الآلاف أو أكثر، لا ضير ولا حرج، هذا كرم وسخاء. إذا دعا الداعي إلى مناسبة انتخابية أو نحو ذلك، واحتاج الأمر في سبيل المنافسة لا في سبيل أصل التكاليف، في سبيل المنافسة إلى منافسة مالية في البذل، وبلغت الأرقام الملايين، فلا حرج، لا حرج قط، وتبذل الملايين بسخاء. لماذا؟ لأننا نعلم، لأن هذا الإنسان يعلم أنه بهذه الملايين يصطاد أضعافها، أو هكذا يخيل إليه أنه سيصطاد أضعافها. والشيطان يعطيه الضوء الأخضر في هذا كله. هذا الذي أقوله إلى هذا الحد قاسم مشترك لدى المتدينين وغير المتدينين والملتزمين وغير الملتزمين، طبعا إلا من رحم ربك، وقليل ما هو. لكن بعد ذلك انظر إلى السبل الأخرى في إنفاق الأموال، السهرات التي تتم في ردهات الفنادق، في الأقبية المختلفة،
في النوادي الليلية المختلفة والتي لا يمكن أن ينال الإنسان حظوته فيها إلا إذا بذل المال سخيا سخيا سخيا. هؤلاء الناس يستيقظ الكرم بين جوانحهم ولا ككرم حاتم الطائي أبدا إطلاق. فإذا ما طرق الباب طارق الدين والإسلام، وإذا ما قيل لهذا الإنسان لقد حال الحول على مالك، وإن لله، لله لا لعباد الله، إن لله حقا في مالك لا يزيد على 2.5%، اسمعز وتأفف وضجر وشكى قلة السيولة وشكى أن الأمر لا يسير على النحو المطلوب والنحو المرجو، نعم، ووضع بينك وبينه 100 عذر، 100 عذر ليصدك ويردك، نعم. وهو الذي كان بالأمس يكرم الكرم العجيب وربما يستدين إذا كانت السيولة ليست على المستوى من أجل هذه الأمور الأخرى. ترى هذا الإنسان ماذا يقول لله وقد أخبر رسول الله أنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ماذا سأقول، ماذا سأقول لربي سبحانه وتعالى؟ فانظروا أيها الإخوة إلى واقعنا الذي يبعدنا عن الله بعدا مزدوجا، يبعدنا أولا في سياسة اكتساب المال، ثم يبعدنا ثانيا في سياسة انفاق المال. انفاق المال، هذا الأمر ما سره؟ يعني لماذا العبادة سهلة على الإنسان والحج سهل ومتعة وكثرة الأذكار وحتى الحضور في دروس العلم سهل وهذا صعب؟ لأن هذا يتعارض مع الشح الذي ابتلاني الله به، يتعارض مع حبي للمال الذي ابتلاني الله به. قد تقول قائل رب العالمين ابتلاني وأمرني، طيب إيه والله صار ما دام بده ياني انفق ليش ابتلاني بحب المال؟ والله لو أمرك بإنفاق المال ولم يبتلك بحبه ما فضلك في استجابتك لأمر الله؟ إذا رب العالمين قال لي شوف اترابات هدولي لقدام بيتك هدولي أعطيهم لفلان بحاجته، إيه تعال تعال خذه، ليش؟ لأنه أنا ما بحب التراب، بالعكس يعني بيعمل معي معروف لأنه بنظف لي عتبة بيتي ما فيه الأتربة. لكن متى يظهر انصياعي لأمر الله؟ عندما يحبب الله التراب إليه، يحبب الله التراب إليه ثم يقول لي هذا التراب أعطي منه، منه ما بيه لك كله، أعطي منه لجارك، نعم. لماذا كان الإنسان أفضل من الملك؟ لأن الملك وهو يعبد الله لا يجد عقبات يقتحمها، ولكنك أنت عندما تلبي نداء الله تجد العقبة تلو العقبة تلو العقبة لتقتحمها. وهنا يتبين العبد الطائع والعبد التائه. فإذا اقتحمت العقبة فقد نجحت في الابتلاء، وهذه الدنيا دار ابتلاء، نعم، هذا هو الجواب. ومع هذا فإن الإنسان لو أمعن وفكر لعلم أن ربحه الدنيوي وأن ربحه المالي كل ذلك رهن باستجابته لأمر الله، ورهن بأن يبسط يديه بالعطاء لمن أمر الله سبحانه وتعالى أن يعطيه، هذا لا شك فيه ولا ريب، نعم. ذلك لأن من سياسة رب العالمين أو من سننه في عباده أن الإنسان إذا فتح داره لمال حرام يتسرب إليه كانت هذه الأموال بمثابة الجراثيم الفتاكة التي تسري في كيانه وكيان أسرته.
علم هذا من علم وجاهله من جهل. والتجربة هي التي تؤكد هذا الكلام الذي نقول. وكم ضربت أمثلة في هذا المسجد بأناس أغفلت ذكر أسمائهم، لأجسد هذا المعنى الذي أبرزه لنا الله سبحانه وتعالى. وكم يوضح لنا كتاب الله عز وجل هذه الحقيقة. الباري سبحانه وتعالى هو الرزاق، وقال فابتغوا عند الله الرزق. ولا يمكن لإنسان التزم أوامر الله في الكسب فضيق على نفسه طبقا لحدود صراط الله، ثم التزم أوامر الله في الإنفاق ففتح النوافذ في نطاق ما أمر الله وضيق وأغلق في نطاق ما حرم الله، إلا وضاعف الله سبحانه وتعالى له من رزقه. كيف؟ وقد قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا التزام الله سبحانه وتعالى لعباده. ومع هذا أيها الإخوة، فإن المسألة في جملتها تحتاج إلى أن يربى الإنسان تربية إسلامية في تعامله مع المال كرا وفرا. فلو لم يربى الإنسان التربية الإسلامية التي ترقى به إلى التعامل مع المال طبق المنهج القرآني كلنا سنهلك، وأنا أول الهالك. ولكن الله عز وجل وضع أمامنا منهجا تربويا، إن التزمناه المسألة تهون، المسألة تهون جدا. هذه التربية إلى ما تهدف؟ سأتحدث باختصار عن هذه التربية الآن. إلى ما تهدف؟ تهدف إلى التالي، إلى أن نتعامل مع المال من مستوى الاستخدام له، لا أن نتعامل مع المال من مستوى التعشق له. هذه الخلاصة. أي يريد منك الله أن تتعامل مع المال، لكن أولا أن تنعتق من أسره وأن تهيمن عليه بدلا من أن يهيمن عليك، ثم تتعامل معه تستخدمه تماما تماما كما لو كنت تحمل بيدك معولا تكتسع به التراب. المعول تستخدمه لتكسع به القمامة عن يمين وشمال وتفتح الطريق. من منا يعشق المعول؟ أبدا. لكن من منا لا يتعامل مع المعول؟ يريد الله منك أن تتعامل مع المال كما تتعامل مع معولك. هذا ما يريده الله، وهذا منهج تربوي علمي خطير وحضاري جدا، بل هو قانون اقتصادي. وأضرب لكم مثلا بسيطا جدا جدا. لو أن رجلا من الفقراء العاملين الذين يشتغلون في اليوم ببضعة ليرات بسيطة يبيع حلوى، يخرج مع الصباح من داره وهو يحمل طبقا هكذا من الحلوى يضعه في ناصية شارع ليبيع منه المارة. لاحظ الصورة. الشرط الأساسي لكي يربح هذا الإنسان من طبق الحلوى هذه ألا تتشهى نفسه هذا الطبق، وأن يشعر بالشبع من هذا الطعام، أليس كذلك؟ بحيث لو أن هذا الإنسان الذي يبيع من هذا الطعام كان كلما نظر إلى الطبق سال لعابه فأخذ قطعة وأكل، بعد قليل نظر إليه ومرة أخرى سال لعابه وأخذ قطعة، وهكذا تتشهى نفسه هذا الطعام وفي الوقت نفسه يتاجر به. هل سيربح؟ إطلاقا.
كل من كان يتاجر بسلعة من السلع ينبغي أن يكون هو المهيمن عليها لا هي المهيمنة عليه. هذا مثال طبقه على تعاملك مع الدنيا. أنت يجب أن تتعامل مع ذهب الأرض وفضتها وخيراتها، يجب أن تتعامل، بل هذه وظيفتك، لكن ينبغي أن تتعامل مع تعامل الإنسان المترفع فوقها الشبعان منها الذي لا تأثره شيء من هذه الأموال. هذا الشرط حضاري، شرط لربحك بهذا، لكن هناك صورة صغيرة وهنا صورة كبيرة جدا جدا. في سبيل ذلك كيف ربانا القرآن؟ انظر، عندما حدثنا عن المال في القرآن بادئ ذي بدء لم يضع أمامنا إلا الصور التي تكرهنا بالمال والتي تجعلنا نشمئز من المال ونراه قماما. انظر إلى قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري إلى آخر الآيات. انظروا هذا الكلام كيف يتكرر بألوان شتى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظر إلى قوله تعالى في هذا الكلام الخطير: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. انظر إلى هذا الكلام، انظر إلى قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انظر إلى قوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فإذا تفاعل الإنسان مع هذا الكلام وأصغى إليه وعلم أنه كلام الله مرة إثر مرة إثر مرة، يشمئز الإنسان من المال وينعتق من الأسر له. صحيح هو مجبول على حبه، لكن التربية تصعده وتجعله يتحرر من أسر هذا المال حتى لا يكاد أن ينفض يديه من المال كله. عندئذ يعود بيان الله فيقول له: قل من حرم زينة الله أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة عند الله يوم القيامة، خالصة يوم القيامة. بعد أن يطمئن البيان الإلهي إلى أنك تحررت من المال ورقه، عاد يحفزك على مهمتك، لأنك الآن ستتعامل مع المال من منطلق الاستخدام لا من منطلق العشق للمال. ويقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وخواتيم سورة البقرة كلها دفع للإنسان إلى أن يتعامل مع المال. ثم يقول لك كلاما جامعا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ألا ترى بحسب الظاهر تناقض بين الآيات التي تكرر بالمال والدنيا وتبعث على الاشمئزاز وبين الآيات الأخرى التي تحفزك على اتباعها؟ بحسب الظاهر في تناقض، لكن تربويا أبدا ما في تناقض. لماذا؟ الله عز وجل اختار لبناء الحضارة المثلى الإنسانية الإسلامية رجالا على عينه، والرجال الذين اختارهم الله لإقامة الحضارة الإنسانية المثلى هم الذين تحرروا من أسر المال ثم تعاملوا مع المال. هؤلاء هم أبطال التاريخ كله، وهم أبطال وصناع
الحضارة. لاحظ، وآية ذلك تاريخ هذه الأمة. طيب، ألا ترى أن الحضارة الإسلامية كانت حضارة إنسانية مادية باذخة بكل معنى الكلمة؟ لكن كيف كان أبطالها؟ هل كانوا متعشقين للمال؟ أم كانوا يركلون المال بأقدامهم؟ كانوا يركلون المال بأقدامهم بسبب ذلك، أمكنهم الله من أن يسوقوا الحضارة بزمام؟ وإلا كيف تتصور يا ترى أولئك الناس الذين لم يتعاملوا مع الذهب فضلا عن أن يتعاملوا مع الكنوز، كيف تتصور ما يذكروا، ما يختل توازنهم العقلي عندما جعلهم الله يرثون كنوز كسرى كلها؟ نحن والله لو صار معنا هالشيء هذا عقلنا ما بيحملنا اطلاقا، يمكن بنجن بسبب تعشقنا لهذا الامر. لكن رب العالمين قبل ما يعطيهم هذا كان جردهم 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 ورباهم، ووضع في نفوسهم ان هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعضة. كم كان يكرر رسول الله هذا الكلام، مرة بيشبه لهم اياها بجيفة، مرة عليها قال لهم، مرة شاف جيفة قال لهم ارأيتم هذه الجيفة، يعني هل يمكن لأهلها أنهم يأخذوها؟ قال ليه، شو بدي نساوي فيها؟ قال والله للدنيا أهون على الله من هذه الجيفة. ليش؟ لأنه سيدنا رسول الله يعلم أنه هدول الناس الباري بده يوظفهم ببناء الحضارة، بده يحط الدنيا تحت أيديهم، فإذا بدهم يتعشقوها بيسكروا، وبالتالي رأسا بينتحروا ويهلكوا فيها. فلما رباهم الله على عينيه كانوا فعلا صناع الحضارة، كانوا فعلا صناع الحضارة. وانظروا إلى هذه التربية القرآنية المثلى كم تتألق. في أول ما هاجر الرسول إلى المدينة المنورة، غزوة بدر كانت، غزوة بدر كانت أول تجربة غنائم وضعت في أيدي المسلمين، أول تجربة، قبل منها ما في كان غزوات. فر المشركون وتركوا وراءهم غنائم، والمسلمين فقراء تاركين أراضيهم أموالهم، والإنسان بشر. فرأوا هذه الأموال وجاءوا يركضون إلى رسول الله يسألونه كيف يتقاسمونها. ناس قالوا نحن يا رسول الله قاتلنا هذول إخواننا، ما قاتلوا مثلنا، نحن قاتلنا أكثر، نحن نستحق أكثر ولا كذا. صار شوية لجاج شوية خلاف. ماذا صنع الله بهم؟ أنزل الله قوله يسألونك عن الأنفال، يعني الغنائم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوفوا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ يعني مع السلامة، أنتم قاتلتوا مشان المال؟ كانوا يسألون عن المال، جاء الجواب هكذا. ما إن سمعوا هذه الآيات حتى ذابوا استغفار وأخرجوا هذا كله من أذانهم، وكأنه لا في غنائم ولا شيء، وكل واحد رجع يتألم ويندم. إلى أن مضت أشهر على هذه الحالة، طبعا المال لم يبدأ يكون ألو، لكن فرق بين أن يأخذوه وهم يتكالبون عليه وبين أن يعودوا فيأخذوه وهم زاهدون فيه. بعد 5-6 أشهر لما تماما نظفت قلوبهم من التعلق بهذا المال أنزل الله قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله ولرسوله فإن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن خمسه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآيات. وشرح الله، شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الغنائم، وأوضح أن للراجل ساما وللفارس 3 أسهم إلى آخره. هذه هي التربية التي أنشأت أولئك الرجال. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هيك رح تشتغلوا؟ لك شو قيمة الغنائم اليوم قدام الغنائم اللي بكرة رح تنالوها؟ إذا اليوم سال لعابكم على شوية كم بعير وكم جام وكم شوية مصاري، لكن بكرة لما
تساق إليكم كنوز كسرى والروم، ماذا تصنعون من هلا؟ لا، أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. نعم، لما أخرجوا حب الدنيا من قلوبهم مكنهم الله من هذه الدنيا تماما. واليوم ما هي مصيبتنا؟ مصيبتنا أننا فقراء مدقعون من داخل غنانا الذي متعنا الله به، فنحن بغنانا فقراء ونحن بقوتنا ضعفاء تماما، كدودة القز التي تنسج الحرير من حولها، تنسج الحرير، وما أدراك ما الحرير، ثم إنها تهلك بهذا الحرير الذي يخنقها. نحن اليوم أصبحنا كدود القز هذا. هل في على وجه الأرض أغنى من هذه الأمة؟ أبدا إطلاقا. لكن هل هنالك أناس ابتلوا بفقر وذل ومعانة أشد منا؟ أبدا. ترى لماذا؟ لأن لعابنا سال على هذا الماء، ولأننا انحطتنا بعد أن سمى بنا الله إلى مستوى تلك التربية المثلى، انحطتنا كما كانت نتيجة بلعام بن باعورة. كل منا مثال لواقع بلعام بن باعورة، ذاك الذي قال الله عز وجل عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني تعلق بالدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله هذه هي حالنا اليوم، ومن أجل هذا ضرب الله لنا هذا المثل. نعم، ألا ترون أرضنا صندوق مدخرات، أرضنا تتفجر بكنوز وخيرات، ومع ذلك فإلى أين تساق؟ تساق بأيدينا وبذل ومهانة إلى أعدائنا. مديونية البلاد العربية اليوم وصلت بعد حرب الخليج إلى 211 مليار، 211 مليار وكسور، ونحن الذين كنا نقرض الدول، ونحن الذين كنا نعطيهم، وأموال الدول الكبرى من خيرات أرضنا. لكن ألا ترون إلى هذه المفارقة؟ ما سببها؟ سببها أننا خلنا الله، فتركنا الله سبحانه وتعالى لواقعنا. ولو أننا كنا نجعل قلوبنا وعاء لحب الله فقط لا غير، ومن خلال حبنا لله نستخدم المال كما أمر الله، لجعل الله من المال خير خادم لنا، ولجعل الله من كونه أداة تسخير لخيراتنا، ولا أدخل الله الرعب في قلوب أعدائنا منا. ولكن لما أصبحنا عبادا للمال بعد أن كنا عبادا لله، ولما كان المال هو سبب تفرقنا وسبب تشرذمنا وسبب ابتعاد الأخ عن أخيه، وأنتم تعلمون ماذا أعني، المال هو سبب ذلك، وكلنا الله إلى هذا وقال لنا: في سبيل المال تشرذمتم، في سبيل المال أدبر الأخ منكم عن أخيه والجار عن جاره، إذن سأكلكم إلى هذا المال، وانظروا كيف سيخنقكم هذا المال، بل انظروا كيف سيتحول إلى هذا المال إلى حبل مشنقة، مالكم وبه ستختنقون. ترى لماذا لا نأخذ العبرة من تاريخنا ومن تربية القرآن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورثوا المدخرات والخيرات وفعلوا ما شاءوا وبنوا أمجادهم، لكن قلوبهم فارغة عن حب المال لله عز وجل. لو فعلنا ذلك لسيرنا الله في ذلك الطريق نفسه، لكن الأمر آل إلى أننا ناقضنا سلوك أولئك الناس،
أيضا عاملنا الله بنقيض ما عامل به أولئك الناس، والحمد لله رب العالمين.